السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في صنوان. ضيفنا أديب ومثقف كبير، أستاذ جامعي له حضوره ومشواره الحافل بالتحديات والإنجازات، قامة وقيمة علمية وعملية رفيعة من قامات الوطن ومن رموزه. تنقل بين عواصم العالم لسنوات طويلة شرقا وغربا، سفيرا لبلاده في حقل التعليم والثقافة. له بصمته الفارقة ودوره القيادي المؤثر في إدارة أحد أهم معاقل الفكر والثقافة والأدب في بلادنا، نادي جدة الأدبي. ضيفنا وضيفكم الأستاذ الدكتور عبد الله بن عويقل السلمي. أشعر بأن جزءا من كياني، من جسدي، من داخلي انتزع وبقي. العلوم المفتوحة لا تعرف أين تصل فيها، بينما النحو علم مؤطر، تستطيع إذا أتقنته كاملا أن تعرف أنك تعمقت وأنك أحطت به. أحيانا حينما تقتحم سور وتجتاز عقبة وتنجز فعل، تشعر بأنك في حالة من الأنس والارتياح لأنك قدمت شيئا. فإلى حد كبير أصبحت من خلال نادي جدة قارئا إلى حد ما للمشهد الثقافي من هذه الصورة. سعداء بوجودك في صنوان. وأنا سعيد أيضا بأن أكون معكم في هذا البرنامج الحاضر حقيقة في الذاكرة الإعلامية، هو الذي يشهد حضورا متزايدا في كل حلقة. يا مرحبا دكتور، وأتمنى أن أكون ضيفا نافعا ومفيدا للمشاهد. بالتأكيد دكتور، قامة نعتز بها حضورك الأكاديمي داخل وخارج المملكة، حضورك في المؤسسات الثقافية، دورك كناقد وكأديب أيضا. دكتور عبد الله، دكتور حدثني عن القرية التي تقول فيها عواذيبها غاب حبيبها، أين عواذيب وأين غاب الحبيب؟ هي الإنسان دائما يقول بلاد بها نيطت علي تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. هي اللحظة التي تلتصق بها دائما هي لحظة التي احتضنتك عند الصرخة الأولى عندما قدمت إلى الحياة. ربما أنا في قريتي الصغيرة التي لا تتجاوز أو لا يتجاوز عدد سكانها 5 بيوت، ممزوج فيها الدار الحجري ببيت الشعر بجوار بعضهما، لأنهما يتعاضدان في احتضان الأسرة واحتضان القادم للأسرة من ضيوف ورواد وزوار. هذه القرية الصغيرة بكل مكوناتها، شياة، ثغاء الكلب، دخان المنبعث من مواقد العجائز كل صباح، الإقط المنثور على ظهور البيوت، بيوت الشعر لأجل أن تمتص الشمس رطوبته. هذه المناظر في ذاكرتي هي التي ما زالت حاضرة. القرية بالنسبة لي الشيء الغالي في حياتي الذي فعلا أنا أرتبط بها وجدانيا وشعوريا، هي الملهمة وهي المأرز الذي إذا ذهبت إليه حتى ولو بقيت على صخرة أشعر بأنني في عالم خيالي. عدت إليها بعد زمن طويل ووضعت هذه الإشارة، تذكرت مقولة قديمة لشاعر عربي يقول: عوذيب فاستأنست بالذيب إذ عوى وصوت إنسانا فكدت أطير. عندما عدت إليها وجدتها خواء خالية، لا يوجد فيها أبدا إلا بقايا أثار متهدمة من الدور الحجرية أو من أماكن زروب وحظائر الأغنام التي كانت ومبارك الإبل. عندها فعلا أيقنت أنها عواذيبها وغاب حبيبها. جميل. طيب دكتور عبد الله، من يتابعك في آخر عامين تقريبا وبالتحديد يجد في كتاباتك في منصة إكس حنين وانشداد للقرية
لعالم القرية، لإنسان القرية. تذكرت بيت للشاعر جاسم الصحيح: فما أوحش الإنسان من دون قرية تعيد له سحر الزمان المخزن. ما هو الزمان المخزن عند الدكتور عبد الله عويقل السلميين؟ القرية بالنسبة لي أنا هي عالمي، عالمي الحقيقي. عندما أخرج منها وأغادرها أشعر بأن جزءا من كياني، من جسدي، من داخلي انتزع وبقي. يعني حينما الإنسان يتخلى عن أغلى ما تختزله ذاكرته يشعر بأنه فعلا غادر جزءا منه. يعني أشعر بأنها انتزعت جزء من جسدي ومن كياني حينما أغادرها. ولهذا أنا دائما كثير الحنين إليها والوقوف على أطلالها، وإن كانت كما قلت لك هي خاوية. وبدأت في الدراسة، يعني الأمور لا تتطلب في ذلك الوقت بلوغ سن معينة، ودخلت في السنة الأولى. كان في دار في وسط المزرعة اسمها الحرزية، يعني كتوثيق تاريخي لعمي الذي أنا أسكن عنده المزرعة هذه، وفيها دار حجري مسقوف بجذوع النخل ومفروش بحنبل، الحنابل القديمة، الخطوط الطولية الأحمر والأصفر. كلنا يا دكتور ذلك الأحمر والأصفر. وأغرب ما أتذكر أن مدرسنا في ذلك الوقت الذي يدرسنا كل المواد وليست مادة في السنة الأولى كان يعلمنا الحساب من خلال النوى، يعني عجم التمر نجمعه من النخل وناتي به، ويبدأ يعلمنا الطرح والجمع والأدوات الرياضية. هذه وسائل تعليمية مبكرة جدا، وسائل رياضية مبكرة. فكنا نستخدم هذا الأسلوب. طبعا بعدها حصلت نقلة بسيطة في أن تشكلت مدرسة أخرى إسمنتية بسيطة أيضا في قريبة من المسجد، و أتممت فيها دراستي الابتدائية. هذه مدرسة حطين، ثم انتقلت بعدها أيضا إلى غربة جديدة لأن إلى قرية أخرى وهي العاصمة الكامل. نعم. وأتممت المتوسطة، ثم لم يكن هناك ثانوية في المدارس أيضا، مضطر أني أنتقل إلى مدينة كبيرة توجد فيها الثانوية. هذه كانت مرحلة تكوين أولي يعني، وظروف طبعا في مرحلة الابتدائية مرت بظروف يمكن على كل الأصعدة. طيب دكتور عبد الله، ساية الكامل طبعا كمحافظة، ساية، حرة الشرع، وادي ستارة، هل هي مواطن قبيلة سليم في الحجاز؟ طبعا هي الموطن، هي الموطن الذي كانت فيه بني سليم من قبل الإسلام، من الجاهلية إلى اليوم الموطن الأساس. وإن كانت القبيلة تمددت كثيرا من المدينة إلى العارض، وكانت أيضا تتمدد، عملت لها أمارة في 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 الشرق، يعني في البحرين وفي الأحساء، وما زال بعضهم فيها. لكن القبيلة بذاتها هذا الموطن الأساس. القبيلة طبعا صادفتها ظروف معينة في فترات قحط معينة مع بني هلال، وفي هم بنو عمومة، بنو سليم مع بني هلال، رحلوا في مرحلة معينة إلى هم يسمونها تغريبة بني هلال. يمكن بني هلال أخذوا إلى مناطق المغرب العربي ومصر، وطبعا ليبيا وتونس والمغرب ومشاكلها، وما زالت هناك قبائل كبيرة يعني مرتبطة بهذه القبيلة، لكن هذا الموطن الأساس للقبيلة. جميل. طيب دكتور عبد الله، بعد المتوسطة أنت كنت ستذهب إلى ثانوية الشاطي التي ذاع صيتها بصيت مديرها الأستاذ المرحوم جميل عبد الجبار، ذلك الاسم المهم التربوي الصارم، لكنك في آخر لحظة أثرت أن تذهب إلى إلى المعهد المعهد العلمي. المعهد صحيح. تفاجأت بأن مدير المتوسطة أستاذ محمد عبد الله بن ناهر، عبد الله بن ناهر رحمه الله، يأتي بسيارته إلى بيتي، وبدأت الحارات تسأل، لأن قليل جدا أن يأتي مدير المدرسة، بالنسبة لهم مدير المتوسطة يعني شيء كبير جدا. فأنا يعني طبعا جبنا الفراش وسوينا لها القهوة، وجلس عندنا قبيل المغرب، حاول والدي على العشاء واعتذر، لكن قال أنا جيت لأجل أبارك لعبد الله بالنجاح، وأنا معي رسالة أبغاه يوديها مدير الشاطي، وأبغى عبد الله يروح للشاطي. أنا أشوف في عبد الله شيء
ما شفته في غيره من الطلاب. وبدأت أسأل عن ثانوية الشاطئ، قالوا والله ثانوية الشاطئ مكسب للطالب لكن لا تعطيه ريال واحد. قلت أنا إذا رحت جدة أسكن عند من وآكل من أين وكيف أحقق يعني مصروفاتي الدراسية؟ أنا لا أريد أن أكون عبا على والدي، فضلا عن أن والدي يعني ظروفه لا تسمح له كثيرا بأن يمدني بما أستطيع. ففجأة كذا طرحوا علي فكرة المعهد العلمي وقالوا أنه يدفع 300 ريال شهريا. أيوة شهريا للطالب. فآثرت أن أذهب إلى المعهد العلمي لأن فيه مكافأة ويعيني. فذهبت إلى مكة وسجلت في المعهد العلمي وبفضل الله تخرجت من الأوائل في المملكة وبدأ المشروع. الحمد لله. طيب دكتور عبد الله، ذلك الطالب النحيل الصغير في الخامسة ابتدائي ربما الذي جاء ليغني أمام الملك خالد رحمة الله عليه، ربنا واحد ودربنا واحد، كلنا فيصل كلنا خالد وكلنا خالد، هذه أغنية الفنان الكبير محمد عبده في تلك السنة. كيف كانت القصة يا دكتور؟ كنت مشروع مطرب يعني؟ كنت فعلا مشروع مطرب في مرحلة معينة. هي القصة أنا كنت مغرم أولا بالاستماع إلى 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 صوت الإذاعة وإلى المطربين وأقلد، كانت صوتي لم تعتدي عليه عوامل التعريف كما هو الآن. وما كان في تلفزيون، وإن كان الآن في بقايا من الصوت الذي أظنه يعني على الأقل يؤدي الغرض. لكن المدرس اسمه أحمد مريع أو محمد مريع أو كذا ناسي اسمه أو كذا، المهم أنه يعمل اختبارات لنا بسيطة في الصوت، وطلبوا من المدارس أن ترشح من يعني مجموعة من الشباب يغنون، من كل مدرسة يرشح واحد. فرشحت أنا من مدرسة حطين من خلال اختبار معين أقام هذا الأستاذ، وعملوا لل 14 مدرسة، عملوا اختبار لل 14 مدرسة في أفضل صوت ليقود المجموعة. فاخترت أنا لأقود المجموعة، ألا مرحبا مرحبا بالأمير ويا ألف لبيك داع الضمير، طبعا مع ما فيها من كسور يعني، فأبناء وكذا جاءت لكم لتلقي عليك فحييت يا ابن الكرام نزولا وضيفا عزيزا علينا قدير، قدمت فأهلا وجئت فسهلا، قلوبا تنادي إله، طبعا بصوت إيقاعي طبعا طفولي شوية، وهم يرددون خلف الأطفال. وفرحت طبعا وشاع اسمي وذكري بين القبيلة وفي المحافظة كاملة، لم تكن محافظة في ذلك الوقت، كلمة محافظة جاءت متأخرة. قرية كبيرة نوعا. قرية كبيرة صحيح. كان الملك فيصل يتعالج في أمريكا لعارض صحي، فعندما عاد الملك فيصل سالما بدأت الحفلات تنتشر في المملكة ابتهاجا بعودته سالما، وأرادت جدة أن تقيم حفلا، ومن القدر أن الملك خالد كان في جدة في ذلك الوقت، تقيم حفلا أيضا ضمن حفلات الأهالي بالابتهاج لسلامة الملك وعودته سالما. فطلبوا من ضمن فقرات الحفل أن يكون أحد الأشبال لا يتجاوز عمره 10 إلى 11 سنة صغير في السن يشارك، لأن تعبير يعني طبعا يلقون قصائد وأهازيج ورقصات احتفالية. فطلبت من طبعا إدارات التعليم بدأت تراسل المدارس من ترشحون، فقال فنان موهوب، فجاء القدر أنني رشحت وأنا لا أعرف يعني. أخذني المدرس بسيارته وذهب بي إلى جدة ووقفت في المنصة، ولأول مرة أمسك بالميكروفون، كنت أنشد في المدارس لكن بدون أي وسائل أخرى يعني، في لأول مرة. وطلبوا مني أن يعني طبعا سمعوا مني كلنا فيصل كلنا خالد، فكنت أنشدها يعني بصوت طفولي. أغنية وطنية كانت مشهورة في حينها، من أجمل الأغاني. أيوة كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن الله يحفظه. عندما أنشدتها يعني حسن الحظ يعني كان اللي يصفر واللي يصفق واللي، فحسست يعني بأني مشروع فنان قادم. وبعدها يعني سلم علي الملك خالد ودعا لي بالتوفيق، وكانت يعني أيضا لحظات جميلة ومؤثرة وأيضا معززة لأن أقطع مشوار حياة إيجابي. I'm not.
دكتور عبد الله حياك الله من جديد معنا في الرياض، الرياض الجديد يا دكتور غالي تخبرها من سهلا. هذه يعني على انني بقيت يمكن ربع قرن في حياتي هنا، الا انني الان اشعر بان الرياض فعلا رياض اخرى، هي رياض واسعه لا حدود لها، مدينه حقيقه يعني مدينه عصريه، مدينه كبيره ضخمه جدا. طيب الدكتور عبد الله التربوي والاكاديمي الذي قاس من الحياه الصعبه وشح الموارد ظروف البيئه، انت عملت في الطوافه وعملت بايع مرطبات في الحج وفي مصنع الصابون وعملت عامل، هل انت تعتقد بان هذه الظروف القاسيه كانت محفزه وصنعت عبد الله عويق السلمي العصامي صاحب المشوار الحافل بالنجاحات لاحقا؟ ولا شك هي الحاجه بحد ذاتها دافع لزاويتين، زاوية الإقدام والتطلع والطموح والرغبة والإرادة والإدارة الزمنية، ولها زاوية أخرى وهي زاوية القبول والخضوع لأي مورد. فالحاجة تعطي أشياء كثيرة جدا، ظروف المادية التي يمكن عايشتها في أول مقتبل العمر، ولأجل أن أكون نفسي، ولأجل أيضا أن أكون قائما بذاتي بعيدا عن أثقل على والدي، هي التي دفعتني إلى هذا. كنت في الإجازات أذهب أسلم على والدي وأرجع، ربما أنت لم تذكر مصنع البوكري للبلاستيك، ربما جزء من الزبديات وجكات الماء اللي موجودة الزبدية الآن. اللي هي الإناء البلاستيكية ربما جزء منها من صناعتي. طيب أبو يوسف نعود إلى جامعة الإمام، عندما كانت كلية شريعة وكلية لغة عربية وكنت في المراحل الأخيرة، يعني كنت أقتاد أستاذين جليلين وكفيفين، الأستاذ دكتور محمد بن سعد بن حسين رحمه الله كان رئيس قسم الأدب، والدكتور محمد عبد الرحمن المفدى كان رئيس قسم النحو والصرف. كان كل أستاذ يريد أن يكسب عبد الله السلمي. هذا ديدن العلماء للأمانة، وأيضا أنا له تعزيز داخلي لي أنا، يعني جعل مني حالة من الثقة الذاتية أن يطلبني أستاذاي اللذان درساني، وهم بعد المحاضرات طبعا يضعون عيونهم على الطلاب من بداية السنة الأولى، وينظرون أيضا للمعدلات تقدير ممتاز، ولي قصة في الطالب الأمثل يعني على مستوى الجامعة سنتي إليها. لكن بعد انتهاء المحاضرة يتجهون للطالب الذي يرغبونه ويطلبون أن يقتادهم إلى مكاتبهم، وفي أثناء التحرك من القاعة تكون خارجية وبعيدة، إلى المكتب يتحدث مع الطالب في محاولة لإقناعه بأن يكون معيدا عنده في قسمه يعني الذي هو رئيسه. فأخذني أستاذي محمد بن سعد بن حسين وكان يدرسنا الأدب الحديث، وطلب مني أن آتي، وكان للأمانة عندي رغبة أن أتخصص في الأدب وفي أدب الطفل، لأنني وقتها كنت أكتب في صحيفة المسائية بعض الإلماحات حول أدب الطفل وما يتعلق بالطفولة وفكرة الطفولة ومرحلة الطفولة، وأنا منطلق من تغذية الطفولة التي تحدثنا عنها والقرية، فكنت أرغب في أن أتخصص في هذا. وبعد ذلك طلبني الدكتور محمد المفدى أيضا أن أسير به، وبدأ يقنعني وعزف على وتر معين فعلا استطاع من خلاله أن يوجهني إلى قسم النحو والصرف. قال العلوم المفتوحة لا تعرف أين تصل فيها، بينما النحو علم مؤطر تستطيع إذا أتقنته كاملا أن تعرف أنك تعمقت وأنك أحطت به، فأنا أنصحك يا عبد الله تجينا في النحو. طيب دكتور عبد الله عينت معيدا وأنت آخر من يعلم أنك عينت معيدا، لم تكن تخطط أن تكون معيد في الجامعة؟ للحق كان طبعا تكتنفني مجموعة من الظروف، وكنت أرغب أني أرجع لوالدي، جيت لإدارة الجامعة لأجل أن أخذ شهادتي، ف
فباللغه ان كليه اللغه العربيه طلبت الاوراق والملف كله ذهب الى الكليه. ذهبت للكليه، جيت عند وكيل الكليه قال لي اطلع للدكتور محمد المفدى والاوراق عنده. طلعت للدكتور محمد المفدى لاني ذكرت له في اثناء سيرنا عندما قلت لك نسير، قلت له خلاص انا ابغى قسم النحو اثناء محاوله استقطاب. أيوة لكني اقوله وانا ناوي اني باخذ قسم النحو بس مو في الجامعه، في جامعه ام القرى او في اللغه العربيه في بتخصص الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز. فعندما جيت الدكتور محمد المفدى قال انزل عند مدير الاداره ووقع مباشرتك. قلت مباشرتي دكتور انا ابغى اروح لابوي. قال اعطني رقم ابوك. طبعا ابوي في قريه لا يوجد عنده تليفون ولا شيء. ايوه. قال لا انت باشر وبعد سنه سنتين انا بسعالك في النقل. طبعا السنتين هذه امتدت لعشرين عاما او لثلاثه وعشرين عاما. طيب دكتور عبد الله، دعنا نختم في السياره في موضوع الجامعه بذلك الموقف الابوي العظيم مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله عندما كان امير لمنطقه الرياض، وانت كنت الطالب الامثل في الجامعه، وحياك وتحدث معك. ماذا دار بينكما؟ هذا انا تفاجات بان الجامعه اعلنت، طبعا هي كل سنه تعلن عن طالب يسمونه طبعا طالب مثالي وفي طالب الامثل. نعم. افضل طالب في الجامعه. طبعا عندهم معايير، من معاييرهم ان الطالب خلال العام لم يغب يوما واحدا، واكتشفوا أنني خلال ثلاث سنوات لم أغب ساعة واحدة عن محاضراتي بفضل الله، يعني حتى وأنا يعني أعاني أحيانا من وعكات صحية أحضر. وطبعا مقومات التقدير والدراسة والمتابعة رشحوني الطالب الأمثل، وقام الاحتفال للخريجين ولتكريم الطلاب المتميزين. من كان مدير الجامعة في ذلك؟ كان مدير عبد الله بن عبد المحسن التركي. نعم. هو مدير الجامعة. دكتور عبد الله حفظه الله. أيوة. وعميد الكلية كان الشيخ ناصر الطريم رحمه الله. رحمه. أي. فتفاجأت إن طبعًا جاء بعده معيض بن مساعد العوفي. نعم. بعد ناصر، فتفاجأت إن الجامعة أعلنت الطالب الأمثل عبد الله السلمي. كانت بالنسبة لي أنا حالة فرحة. جاء الحفل. أول ما نادوا على الطالب الأمثل فتقدمت للمنصة وإذا الأمير سلمان الملك سلمان حفظه الله أمير الرياض في ذلك الوقت هو راعي الحفل وهو الذي يسلم الجوائز، فصافحني وقال لي أسلمي. قلت له نعم. قال من أحفاد الخنساو صخر؟ قلت نعم طال عمرك. قال حافظ شيء من شعرها؟ هذا دليل على أنه يعرف الخنساء، يعرف. حتى قال لي ترى لها أخو اسمه معاوية. لا لصخر أخو اسمه معاوية. أيوة. قلت له طيب طال عمرك. طبعا أنا كنت مرتبك كطالب، كون الملك يستحضر هذه الذاكرة ويربط الاسم بتاريخ وبالقبيلة وبالقبيلة وبعلم من أعلام القبيلة، يعني شاعرة وأخويها، هذا دليل على أنه فعلا هو قارئ جدا، تاريخ والأنساب. أيوة. يعرف كل أدب شيء، شعر والإعلام. أيوة. فبدأ ينصحني ويقول لي احفظ ديوان الخنساء، احفظ ديوان الخنساء. ما كنت أعرف من ديوان الخنساء إلا المرثية والبكائية على صخر. فهذه يمكن القصة باختصار يعني، وفعلا أعطتني صورة بأن الملك قاري نهم، يعني يعرف كل قبيلة ويعرف أيضا موروثها وتاريخها وشعراءها من ذو الجاهلية. نحن نتكلم عن الخنساء، وكانت محطة مهمة جدا ولحظة فارقة في حياتك دكتور عبد الله. بكل تأكيد. أبو يوسف حياك الله معنا من جديد. أهلا وسهلا دكتور. أنا أول مرة أشوف ضيف تنقل في 40 دولة في ربما 20 سنة تقريبا أو أكثر قليلا، أو أكثر من 40، من كراتشي شرقا إلى فانكوفر في كندا غربا. لماذا كل هذا الترحال وهذا السفر؟ والله هذا فرضته مجموعة من العوامل والظروف وأيضا
ربما في داخلي عندي رغبة للأسفار وللاطلاع وللمعرفة، لكن كل سفرة تقريبا هذا الإحصائية تراها إحصائية سفرات عمل. عمل. أما سفرات الاستمتاع والسفرات السياحية فحدد ولا حرج. فالدول تكثر للأمانة أنا في البداية أولا قدري أني في جامعة الإمام، وجامعة الإمام يحسب لها أنها كانت مهتمة بمعهد تعليم اللغة العربية وأيضا بإقامة دورات لتعليم اللغة العربية، وهذا ساعدني. ثم بعد ذلك دخلت لجنة الأمير سلطان الخاصة في الإغاثة أيضا تابعة لهيئة الصليب الأحمر الدولي، لكنها كانت تقوم أيضا بدور في أفريقيا، واخترت أن أكون أحد أعضائها في مرحلة زمنية معينة، إضافة إلى بعض التكليفات والمهمات الخاصة التي تجعلني أتابع بعض المعاهد وأنشئ بعض المعاهد وأشرف على مقررات بعض المعاهد في الخارج كمكون منهجي يعني، واختبرها. وبعضها ربما أقول أني حضرت وضع حجر الأساس لها كمعاهد تعليم لغة عربية سواء في أفريقيا أو في آسيا، يمكن من أبعد الدول فيجي شرقا يعني شرق. أيوة كنت تذهب لها عن طريق أستراليا من سيدني وإلى قارة إلى أستراليا أيضا وإلى أستراليا في سيدني، كنت في سيدني في مرحلة معينة، ومن سيدني ننتقل طبعا هي برازيل، ألمانيا، الجابون، نيجر، أندونيسيا، كثير جدا من الدول. كان الهدف في الأساس والغطاء الأساسي هو نشر اللغة العربية، سواء تفتيشا أو بناء منهج أو تدريسا أو اطلاعا فقط، واختيار طلاب ومعلمين في هذه المعاهد. إلا تجربة كندا فهي تجربة من قبل جامعة الملك عبد العزيز، لأنها كانت في الأخير ذهبت هناك مع أولادي طبعا، واستقريت ما يقارب السنة ثم مدد لي بعض أشهر، وهناك ترى أسست أو أنشأنا صحيفة سفراء اللي الآن نعم. للمبتعثين بكامله منصة الآن، وكنت أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الصحيفة اللي الآن تغطي مبتعثين في كل العالم، يعني هي النافذة الإعلامية التي ودشنت هناك وألقيت كلمة نيابة عن وزير الإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة. صحيح ألقيت كلمة وكنت أحد الكتاب فيها في مرحلة معينة في أيام شاتية جدا، يعني نخرج والثلوج أحيانا تغلق الطرقات ونمشي على أقدامنا. طيب أبو يوسف، دعنا نتوقف مع محطة مهمة جدا، موريتانيا، ذلك البلد الذي يشعر البعض بأن هناك تقصير تجاهه، بأنه ربما مثقف في موريتانيا يعيش بعيدا في الأطراف كما يقال، أو في الهامش في أقصى العمق العربي غربا. لك فيها وقفات مهمة جدا، تقول بأن أحد رعاة الإبل في موريتانيا كان أعلم بعبد الله بن عويقل السلمي بقبيلة سليم بمواقعها بنسبها بأوديتها بجبالها. حدثني عن تجربتك في موريتانيا. أنا كنت في السنغال، وأنا مسي بالخير على سعادة سفيرنا السفير أحمد بياري أمد الله في عمره، رجل يعني بيني وبين الصلة حتى اليوم. خرجت عبرت عبر نهر روسو وهو فاصل بين موريتانيا والسنغال، راجعا إلى موريتانيا، لأن عندي هدف في معهد اسمه كيفا له قصة أخرى. نعم. قريب من مدينة العيون، وهي محاذية للبليساريو أو الصحراء الغربية. أي الشاهد أنني عبرت، وكان عبورنا متأخرا في العصر، وبعد أن وصلت إلى الضفة الأخرى كان على وشك الغروب. قابلني صديق لي موريتاني ومعه سيارة ومرتب معها مسبقا، فأخذني في الطريق، والطريق هناك من الصعوبة نعبر من روسي إلى نواكشوط أو إلى كيف المدينة اللي أنا قاصدها، لأن الطرق أحيانا العواصف متحركة، الرياح متحركة، فأحيانا لقلة مرور السيارات قد يتشكل تل رملي في الطريق فتحدث حوادث كثيرة، فلا يغامرون في الليل لأن مدى الرؤية قصير. الشاهد أنه قال فيه صاحب إبل نبغى ندخل عنده هنا في وادي اسمه وادي الناقة، أو نسيت اسمه بالضبط يعني هم مسمينه. دخلنا عند صاحب الإبل هذا، فجلست عنده خيمة
وعنده مجموعة من الإبل، ذهب هو وصاحبي وأحضروا ذبيحة وطبخوا العشاء. بعد ما تعشينا سموه شد الأخبار باللغة الحسنية، قال شد الأخبار علومك يعني، قال وش طاري قاع وش ياك لباس ياك الخير ياك ما يوجعك شيء ياك ما غايصبك شيء، المهم من هالكلام الحساني. لكن من ضمن الأسئلة قال لي أنت منين؟ فقلت له أنا من السعودية. قال لي يا غير منين من السعودية؟ قلت له من قبائل السعودية من الحجاز. قال من أي قبائل الحجاز؟ قلت من سليم. بدأ يسألني عن جبل شمنصير، فسألني عن جبل شمنصير وبدأ يذكر ماذا قال فيه البلاذري وماذا قال فيه ياقوت الحموي وماذا قال فيه الزمخشري في الأزمنة والأمكنة، بدأ يذكر لي نصوص وهو راعي إبل وهو يتحدث عنها. يتحدث ويتحدثني عن قبيلة سليم ومكون قبيلة سليم ونسب قبيلة سليم، وأنا كالتلميذ المصغي المستمع المندهش الذي لا أعرف من أين استقى معلومات هذه، وعرفني بمجرد ما يعني صار يعرفني بمكاني ويعرفه أكثر مني، وهو لم يره ولم يطأه ولم لا إلا أنه قرأ عنه. طيب دكتور عبد الله، وأنا أقرأ سيرتك الجميلة، لك أيضا حضور في المجال الإعلامي، كتبت في المسائية، كتبت في المدينة، كتبت في عكاظ زاوية مداد القلم 6 سنوات، في المدينة زاوية رؤى ثقافية. كيف وجدت الكتابة الصحفية؟ والله هي يعني تجربة كانت عندما كانت الصحافة حاضرة ومنبر للأمانة، يعني أول ما فتح لي هذا المنبر صحيفة المسائية، ثم انتقلت لعكاظ وكانت لي زاوية ثابتة كل جمعة في مداد القلم. هي حالة أيضا حتى لم يكن لي خط واضح في الكتابة كموضوع، لم تكن في الحقل الثقافي، كانت الجانب الاجتماعي، كانت في العنوان الثقافي مداد القلم، صحيح مداد القلم مفتوح المحور على الأساس الثقافة، لكن الثقافة هي مكون كلي يعني في الفكر في المجتمع في المجتمع في السلوكيات، وجزء منها حولته إلى برنامج أحاديث الشباب حينما القناة الرياضية السعودية. القناة الرياضية السعودية بالضبط، كان برنامج مشاهد يا دكتور. أي بالضبط، في مرحلة من المراحل أيضا استمر فترة، وبرامج إذاعية أخرى أيضا، في برامج إذاعية آخرها كان رمضان في ذاكرة الشعر العربي في إذاعة السعودية، يمكن قبل سنتين كان، ويبدو أني خلاص توقفت عن البرامج الآن. أنا لي أن أنصرف العمل الثقافي بالضبط. طيب دكتور، وأنت بهذه الرحلة الطويلة ممتدة شرقا وجنوبا وغربا في كل بقاع العالم، يبدو أن الوالد رحمة الله عليه كان له موقف من ذلك الترحال والسفر، فدموعه كانت هي خير من يعبر عن حزنه وعن يعني أمنيته أن تكون بجواره، فأثرت أن تكون في جدة. صحيح، أنا عندما رجعت في من رحلة من الرحلات جيت للرياض وسكنت وبنيت، ولم أسكن مبناي طبعا، بعتها بسبب انتقالي بعد أن انتهت فلتي، ذهبت للوالد للسلام عليه، فجلست معه صباحا عند عتبة البيت وهو يحتسي القهوة بعد صلاة الفجر، عادة قهوته وتمره وجلسته، فجلست معه وما اعتدت انه يبثني شيء منه، فكان صامت وينظر الي رحمه الله بعينيه ويقول لي، قال لي كلمة، قال لي عبد الله، قلت خير إن شاء الله، توقعت إني بيقول روح جيب لنا فطور ولا الخبز ما هو موجود ولا كالعادة يعني الموضوع أكبر. أيوة رددها علي 3 مرات، عبد الله، قلت له سمي أبوي، عسى خير، قال عبد الله، قلت له، قال إلى متى شاب القاف، الله، إلى متى وأنت بعيد عني. طبعا تذكر أنني من الابتدائي، من أول ابتدائي، تذكر أنني من أول ابتدائي لم أستقر عند والدي حياتي. جيت وقبلت رأسه وقلت له بإذن الله ما ينتهي هذا العام إلا أنا في جدة، إما بانتقال أو باستقالة. لهذه الدرجة؟ أي، فوعدت بهذا الوعد وأيقنت تماما أنني سأفعل هذا.
دكتور عبد الله، أنت طبعا من محبي وعشاق الفنان محمد عبده، وغنيت له في البدايات، وكنت تكون مشروع فنان. كلنا فيصل، كلنا خالد. إيه، لكن الملاحظ أنك أيضا كما حكى لي أحد الأصدقاء المقربين منك، من عشاق الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر. ما شاء الله. ويقول بأن عبد الكريم عشاقه، أنه من يعشق عبد الكريم هو الذي يأتي إليه هذا الصوت وصادف قلبا عاشقا فتمكن. لماذا كل هذا الارتباط بصوت عبد الكريم عبد القادر رحمه الله؟ أنت تحب الحزن والشجن. هو جمهور له خصوصية، ترى جمهور عبد الكريم له خصوصية يعني. فعلا هذا الصوت أنا يستجيب لكثير من مشاعر الداخلية. ربما يعني لا أخفيك أنني في الداخل أملك إنسانا غير الإنسان الباسم. أحاول قدر الإمكان أن تكون صورتي في الظاهر غير ما أشعر به في الداخل، لمجموعة من المكونات الحياتية وقراءتي في كثير من أمور الحياة أحيانا تخلق في داخلي هذا النفس أو هذا النفثات المصدور التي أحيانا يمكن تظهر من خلال عبارات أو من خلال أبيات. لكن عبد الكريم عبد القادر صوت جريح كما أطلق عليه. فأنا كثير من أغاني عبد الكريم عبد القادر أطرب لسماعها، ورحمه الله يعني في كل الأحوال، لأنه يخاطب الداخل أكثر من أن يخاطب العواطف والمشاعر الراقصة. هو يخاطب الإنسان المثقل بالهم وبالحب. هو يعني صادف قلبا عاشقا فتمكن أكيد. أي بالضبط. هو أحيانا تمر على الإنسان كثير من التجارب الحياتية التي أو الأمنيات، خليني أقول، التي لم تتحقق، الصدمات التي لم يستجب لها القدر ولم تستجب لها الحياة، فهذه تشكل في داخله تلوذ بهذه الأغنية. أيوة بالضبط. أيوة، يلجأ إلى هذه يستنجد بها لأجل أن تعطيها النفس لينفث صدره في من خلالها. أجر الصوت من جرح البرادي. دكتور، أنت مولع بالشعر الشعبي وتقرض الشعر الشعبي، وطلبت بأن يدرس الشعر الشعبي في الأدب الشعبي في الجامعات وفق معايير أكاديمية. لكن دعني ونحن في الرياض نعود إلى الكامل. يقال بأن قبيلة سليم هي موطن شعر القلطة الأول، وأن هذا اللون من الشعر الشعبي انطلق منها إلى الطائف والحجاز ثم إلى نجد وإلى الكويت. هل هذا الكلام صحيح على بمطلقه؟ أيوة، هو إذا كان عند الآخرين يقال، فأنا بالنسبة لي أقول أنها الحقيقة. يعني طبعا بغض النظر عن التأصيل التاريخي بالضبط لانطلاق القلطة، لكن سليم تكاد تكون القبيلة التي لم تبرح مكانها لحدود المكان ذاته، ولأيضا لأن الشعر عندها يشكل قيمة ثابتة ومكون من مكونات القبيلة، لا يكاد تكاد فخذ تغضب على فخذ إلا وتعبر عنه إما بالزومال أو بالقلطة، وأحيانا يصلح الإشكالات القائمة بينهم، فهي جزء من مكونهم الحياتي، لا ينفصل عنهم الشعر أبدا. ربما أكاد أقول لك أن الشعر في قبيلة سليم جينة ثابتة في أغلب نساء ورجالا. يعني هذه من الأشياء، وأنا صغير كنت أستمع، يعني أمي شاعرة، وكنت أستمع إلى جارات إلى جاراتنا وهن يجتمعنا بعد المغرب وليالي العيد، يسمرنا في بيت من بيوت الشعر، وأحيانا يسهرنا على السدو، إذا كان السدو اللي هو الطرح النسيج، يعني نسيج الغزل لبيت الشعر، لا يعني يكررنا الأشعار ويحفظنا الأشعار، وهن نساء يعني لا يتحدثن في غير الشعر أو ولا بغير الشعر. هذا الجانب هو الذي شكله. تجي لمفهوم القلطة كصفين. القلطة من فين جت كمصطلح؟ لا، هي القلطة كمصطلح تكرست يمكن أخيرا إن أحد الشعراء أولا يقتحم صفين ويبدأ شعر كأنه قلط.
ويسمونها ساعات المراد. كان ايوه المراد حينما يتقابل الشاعران تتحول الى، لكن القلطه في بدايتها حينما يبدا الشاعر في يقتحم البدع يسمونها البدع او البدايه، يعني يقتحم اسوار محاوره معينه ويقيمها. كانت في البدايات عند بني سليم ليست مرتبطه بالزواجات كثيرا، وانما مرتبطه بالاعياد. وهذا دكتور منطلق سؤالي، أقمتم مؤخر نشاطا مهما جدا مرور 50 عام على تأسيس النادي، كرمتم معالي الدكتور عبد الله المعطاني، وأيضا قدمتم ملتقى قراءة النص. أود أن أقف مع هذه التظاهرة وما صاحبها من يعني من تغطية وحراك ثقافي مهم جدا. هو أولا نادي جدة له عمق وعراقة، وهذا العمق يكاد يكون هو الأول الذي شرع لأن مشروعية وجود الأندية في المملكة بدأت من نادي جدة، حينما زار محمد حسن عواد وعزيز ضياء سمو الأمير فيصل بن فهد رحمه الله وطلب منه الإذن لهما، وصدر هذا الإذن. ثم بعد ذلك بأشهر عمم على أنشئت الأندية الأخرى. هناك خط آخر خططه النادي، وهو أن في كل ملتقى، والسنة هذه اليوبيل الذهبي، أن يختار علم له علاقة بنادي جدة الأدبي تاريخيا. علاقة ما طبعا النادي كرم عبد المقصود خوجة رحمه الله، كرم عبد الله مناع، كرم عبد الفتاح أبو مدين، كرم حمد القاضي، كرم أعلام عبد الله الغذامي، لأن هؤلاء لهم صلة بالنادي في مرحلة من مراحل تكوينه. اختارت اللجنة العلمية معالي الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني لأنه كان أحد أعضاء مجلس إدارة النادي في يوم ما، وهو أحد الذين طبع لهم النادي، وكان مديرا لجمعية الثقافة والفنون في جدة، وكان من أقدم من ألقى المحاضرات في منبر نادي جدة الأدبي. هذه المسوغات جعلت معالي الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني حاضرا في ذهن اللجنة العلمية، وهو يستحق. فأقمنا هذه المحاور 23 عام، 50 عاما، نصف قرن، وتكريم رمز. هذه شكلت نادي جدة في هذا الملتقى. أظن حتى الدكتور عبد المحسن بن فراج كرم في دوره. كرم نعم، في الدكتور عبد المحسن والدكتور سعيد الصريحي تبنى النادي تكريم هؤلاء جميعا. سأقرأ عليك تغريدة وجدتها في حسابك في منصة إكس. لا يخلو مجتمع من أعداء النجاح، أولئك شرذمة ينفثون دخان عدائهم صمتا وجهرا دون تبني حقيقة أو اقتراب من واقع، أخالوا أرواحهم مخنوقة في سراديب تفسيراتهم الظنية، علينا أن نجفل من هذيانهم ونلوذ بالإنجاز. هل يزعج عبد الله عويقل السلمي الانتقاد؟ لماذا جاءت هذه التغريدة في هذا التوقيت؟ دعني أبو معتز أن أبوح لك بشيء. أولا، تغريدات تويتر أو تويتر هو حالة بوح، وما فيه أحيانا نفثات مصدور. دائما أكرر هذه العبارة، بطبيعة الحال في أي منجز وأي عطاء، سواء على مستوى الحياة الخاصة ومساراتها وما يعتريها ويعترضها من عقبات وعوائق، أو على مسار الخدمة العامة والمسار العام، سواء في العمل الثقافي أو في العمل الأكاديمي داخل الجامعة أو في أي عمل آخر يعتريه بعض الإشكالات. لكن أحيانا حينما تقتحم سور وتجتاز عقبة وتنجز فعل، تشعر بأنك في حالة من الأنس والارتياح، لأنك قدمت شيئا على الأقل في ذاتك أنت تكون مرتاحا، بغض النظر عن رسالتك، بغض النظر عن من يصفق لك. لكن حينما تفعل هذا الفعل وتصلك رسائل وتسمع بأذنك من يحاول تقزيم إنجازك، يحاول استصغار العمل، هو ليس إنجاز لشخصك أحيانا وإنما ينظرون بنظرة كلية، وهذه طبيعة الحياة. أنا وصلت إلى قناعة، وربما يعني أجنح شوية عن التغريدة، إن البشر كتضاريس الأرض، فيهم القمم وفيهم السفوح وفيهم الأودية، ولا أستطيع أن أقول فيهم الأرض السبخة التي مهما بذرت فيها
لن تثمر. العداية لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني العادية. فهم أبرزوا لي زلتي فاجتنبتها، وهم نفسوني فارتقيت المعالية. صحيح، بس أنا قرأتها دكتور في قراءتي لها بأنها حالة ضجر جراء ربما نجاح أبهجك، لكنه أيضا بالمقابل أزعج آخرين. صحيح، وهذه مشكلة كبيرة. صحيح. صحيح. طيب دكتور عبد الله، ماذا قدمت لنادي جدة وماذا قدم لك؟ دعني أقلب الفكرة وأقول لك ماذا قدم لي نادي جدة، لأن نادي جدة أكبر من عبد الله السلمي وأعرق تاريخا ووجودا. ممكن أن أختصر في شيء واحد. قدم لي نادي جدة الأدبي أنه جعلني أقف على قمة هرم وشاهد تضاريس كل العمل الثقافي والمشهد الثقافي بشخوصه وبمؤسساته وبمجرياته وبمعطياته وبحركاته وبسكناته. فإلى حد كبير أصبحت من خلال نادي جدة قارئاً إلى حد ما للمشهد الثقافي من هذه الصورة، وهذا منا لنادي جدة علي، وفضل قدمه لي لا أنكره وله حق علي الاعتراف به. ماذا قدم عبد الله السلمي؟ في تصوري أنني جئت لنادي جدة وإلى حد كبير لم أكن وجها معروفا في جدة أو في النادي على الأقل، لأني جزء من عملي في الرياض وجزء خارج الوطن. وأنا عندما تقدمت أيضا للانتخابات في نادي جدة كنت في كندا وعدت منها للتو، لكنني وضعت في ذهني أن أولا أقزم أسوار النادي ليبصره المارة، ليبصره المجتمع بكامله، ليعرفه تماما. ولهذا حاولت أن يمد النادي جسوره إلى كل بيئات المجتمع. حاولت أن أخلق روح من الحميمية بين المتلقي والنادي، حافظ على كينونة النادي، لا أجعله في صورة تضعفه أمام الرأي، وفي ذات الوقت لا أجعله يعيش ومن فيه في برج عاجي ينظر للآخرين من نافذة صغيرة أو من حالة تكبرية أو من تورم ذاتي. بل بالعكس، حرصت أشد الحرص على أن يكون النادي، وأتمنى وأعرف أن الذين سبقوني والذين سيلحقوني هم لديهم من القدرات والإمكانات الإدارية والعلمية والعملية والمعرفية ما يمكنهم بأن يقدموا أفضل ما قدمت. بمشيئة الله. الدكتور عبد الله بن عويق السلمي، الأستاذ الجامعي الأديب والمثقف الكبير، رئيس نادي جدة الأدبي، أشكرك على رحابة صدرك وعلى قبولك دعوة البرنامج. كنت معنا ضيفا مثريا رائعا بحديثك الممتع والجميل في برنامج صنوان. شكرا لكم. شكرا لكم، سعدت أنا بهذه اللحظات الجميلة التي عشتها معك، وأنت الأنيق حرفا وأداء وخلقا وتعاملا، حفظك الله. وشكر الله لك وللمشاهد الكريم التحية. شكرا لكم. وقبل إسدال الستار، ما أجمل الحديث مع عالم اللغة العربية وأدابها، شعرا ونثرا، نحوا ونقدا، تأصيلا وتاريخا، الأستاذ الدكتور عبد الله بن عويقل السلمي، كعلامة فارقة ومسيرة علمية وعملية متفردة وقصة كفاح ملهمة. وصدقا أقول إنه طوال مشواري ولقاءاتي مع عشرات الضيوف في مختلف مجالات الإبداع لم أجد شخصية مشابهة ساقها القدر لتمتلك هذا التنوع وهذا الثراء في التجارب التي طاف من خلالها جميع قارات العالم، وعمل في حقول التعليم والثقافة والفكر، بل وفي الجانب الإغاثي والإنساني، مشكلا حضورا فاعلا ومؤثرا في نحو 40 دولة من دول العالم على مدى قرابة 20 عاما، لكنها جميعها لا تنازع حب القرية في قلب الدكتور عبد الله التي يراها أجمل ما في حياته. هذه التجارب الناجحة صنعت هذه الشخصية الرائعة، وخلقت كذلك حسا إنسانيا رفيعا يخفي وراءه مسحة حزن عميقة لا حدود لها. الدكتور عبد الله يقول: تعلمت من جميع رحلاتي وفي كل محطة عملت فيها الكثير من الدروس والعبر والحكايات، غير أن أبلغ ما ترسخ في فكري وفي وجداني أن الإنسان هو القيم والمبادئ والأخلاق
أولا وقبل كل شيء. وختاما نقول شكرا لضيف صنوان على كل هذه الرحابة وكل هذه الومضات البديعة، ونامل أن تفي بما وعدتنا به وتشرع في كتابة سيرتك الذاتية الحافلة بالكثير من المواقف والتحديات والصعوبات، لأنها ستكون دون شك إضافة مهمة وكبيرة للمكتبة السعودية في مجال السيرة الذاتية، ولأنها بكل ما فيها تمثل شهادة على التاريخ وشهادة على العصر. أنت والنخل صنوان، هذا الذي تدعي